صباح الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم تسود أجواء ربعية دافئة إلى حارة نسبيا خلال ساعات النهار، تحديدا خلال ساعات الظهيرة والعصر. تنخفض درجة الحرارة ليلا، يميل الطقس للبرودة خاصة خلال ساعات الليل المتأخر. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم تسود أجواء صافية مع 29 درجة مئوية، الملموسة 27، الرطوبة حوالي 70%، والرياح تكون شمالية غربية معتدلات السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأها بالمنطقة الشمالية. عجلون طقس صافي 28 إلى 17 درجة مئوية، إربد 30 إلى 18، جرش طقس صافي أيضا 31 إلى 19 درجة مئوية، والمفرق 31 إلى 18 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى. البحر الميت طقس حار 36 إلى 27 درجة مئوية، مأدبة 30 إلى 18 درجة مئوية. البلقاء طقس صافي 29 إلى 19 درجة مئوية، نفس الحرارة تقريبا في العاصمة عمان. أما الزرقاء طقس صافي مع 31 إلى 20 درجة مئوية. نذهب الآن للكرك. طقس صافي 29 إلى 18 درجة مئوية، الطفيلة 29 إلى 19، الشوبك 26 إلى 17، العقبة 41 إلى 28 درجة مئوية، ومعان 31 إلى 21 درجة مئوية. نذهب الآن شرقا نحو الأزرق 35 إلى 20 درجة مئوية، الصفاوي 35 إلى 18، ورويشة 38 إلى 20 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا.